بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم في موضوع جديد، الا وهو اليورينري سيستم او الجهاز البولي. هنبدا نتكلم عن اليورينري سيستم ونتكلم عن الاستراكشرز او الاجزاء، اهم الاورجنز او اهم الاعضاء الموجوده في اليورينري سيستم، اهم البارتات او البارتيشنز الموجوده في اليورينري سيستمز، وهنتكلم عن بعض الحاجات الملحقه او الحاجات اللي بتدرس مع اليورينري سيستم او الجهاز اليه البولي. اول حاجه طبعا العنصر الرئيسي عندنا هو الكيدني او الكليه، ودي اللي بتطلع عندنا اليورين او البول. طبعا كلمه يورين هي مشتقه من يورينري سيستم اللي هو البول. عندك بعد كده اليوريتر، ده ناقل، واخد بالك؟ يبقى اذا الكيدني هي اللي بتدي اليورين او اللي بتدي البول، انما اليوريتر هو مجرد ترانسبورتر او ناقل، بيبدا ان هو يوجه اليورين او البول باتجاه اليورينري بلادر. يبقى انا عندي هنا ادي الكدني اهي، وبعدين ادي اليورين او اللي هو الحالب، اليوريتر اسف، اللي هو الحالب، بينقل اليورين او بينقل البول من الكدني وبينزله لليورينري بلادر. اليورينري بلادر هي عباره عن كيسه كده، واخد بالك؟ نفس برضو كلمه يورين بلادر ديت زي كلمه جول بلادر اللي احنا خدناها، بس الفرق انه الاثنين طبعا ستورج، او الاثنين بيخزنوا، لكن الفرق ان الجول بلادر كانت بتخزن البايل او بتخزن الايه اللي هي العصاره الصفراويه ديت اللي هي بتنتج من الليفر، بينما اليورين بلادر بتخزن اليورين او البول اللي هو بينتج بواسطه الايه الكلى او الكدني. وبالتالي ممكن نقول ان اليورين بلادر هي بمثابه المخزن اللي هو بيخزن المنتج بتاع الكدني اللي هو اليورين او اللي هو البول، بينما مثلا الجول بلادر اللي هي المراره يعني بتخزن الايه بتخزن البايل، البايل اللي هو بينتج بواسطه الايه الليفر، اللي يبقى الليفر او الكبد كان بينتج بايل وبيخزن في الجول بلادر، بينما النفرون بينما الكدني او الكلى بتنتج اليورين او البول اللي هو بيخزن في اليورينري بلادر او المثانه البوليه. اليورينري بلادر او اللي هو المثانه البوليه هي بتعمل ستورج او بتعمل تخزين لليورين للبول بريور تو، يعني قبل التخلص منه، قبل ما نعمل عمليه اليمينيشن او تتخلص منه تماما. وهذه التخزين طبعا الاستورج او التخزين temporary، يعني مؤقت temporary. طيب يبقى اذا عمليات التخزين بتاعه اليورين او البول بتتم بشكل مؤقت بداخل اليورينري بلادر قبل ما اعمل اليمينيشن او قبل ما اتخلص من هذا الايه من هذا اليورين او هذا الايه البول. طيب بعد كده اليورين بيبدا ان هو ينزل على الايه اليوريثرا، اليوريثرا اللي هي الجزء ده اخر جزء خالص في اليورينري بلادر، وظيفته بيعمل كوندكشن او بيعمل توصيل لليورين تو اكستيريور للخارج بقى، وطبعا في الميل كمان بيشارك في انتقال للسيمن او اللي هو العباره عن السائل المنوي والحيوانات المنويه. بس طبعا عمليه انتقال السيمن ده مش جزء من ده مش جزء من اليورينري سيستم، ده جزء من الريبرودكتيف سيستم او الجهاز التكاثري او الجهاز التناسلي، انما احنا بس بنقوله كده مع الايه اليورين او البول، باعتبار يعني ان اليوريثرا مجرى مشترك، واخد بالك؟ زي ما كده قلنا الفارينجس مجرى مشترك للهواء والاكل، فكذلك برضو اليوريثرا هي مجرى مشترك لكل من البول وللسيمن عند الايه عند الميل عند الذكور. طيب كلام جميل، منين نتكلم بقى عن بعض الاستراكشرز؟ يبقى انا عندي الاستراكشرز الاساسيه اللي بيتحرك فيها اللي اليورين او البول، الكيدني ده مصدر الانتاج او المصنع بتاع الايه اليورين، عندك اليوريتر ده بينقل، عندك اليورين بلادر دي بتخزن الايه اليورين لفتره مؤقته، وبعدين اليوريثرا بتتخلص تماما من الايه بتتخلص تماما من الايه اليورين. طيب منين نتكلم بقى عن بعض الاستراكشرز اللي ممكن ندرسها او اللي يرد ذكرها مع الكيدني؟ طبعا عندنا اول حاجه اللي هو الجزء اللي فوق الكيدني ده اللي هو جلاند او غده تسمى السوبرا رينال جلاند، وكلمه رينال ديت طبعا هي صفه من كيدني، واخد بالك؟ وكلمه سوبرا يعني فوق، فهي الغده التي تقع اعلى الجلاند، الغده اسف التي تقع اعلى الكليه، واخد بالك؟ يبقى جلاند يعني غده، وسوبرا يعني اعلى، ورينال يعني كليه، فهي الغده اللي تقع اعلى الكليه فنسميها سوبرا رينال جلاند. طيب بيروح يدي البلاد سبلاي او الشرايين، طبعا الشريان اللي بيروح يغذي الكيدني يسمى الرينال ارتري، والوريد اللي بيطلع من الكليه يسمى الرينال فين. الرينال ارتري ده شريان بيبقى طالع من اللي هي الاورطه، بيبقى طالع من الشريان الاورطي، بينما الرينال فين او اللي هو الوريد اللي هو الازرق ده بيروح يصب في الانفيرو فينا كافا او الوريد الاجوف اللي السفلي. يبقى انا عندي هنا في خرطومين كبار، الاورطه اللي هو الاحمر ده بيدي الرينال ارتري، والانفيرو فينا كافا اللي هو الوريد الاجوف السفلي، وده بيصب في الرينال فين. ونكمل كلامنا مع بعض عن اليورينري سيستم والكيدني في الفيديوهات اللي جايه.